السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنجاوب على أسئلتكم اللي كانت منشورة على الفيس امبارح فيسبوك. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. علي ميلود ميلود بيقول: يا كابتن أهلا بيك، إيه الأفضل، الكاراتيه ولا الكونغ فو ولماذا؟ أول حاجة، حكاية الأفضل بتعتمد على اللاعب والأسلوب كمان، بس خليك عارف يا حبيبي إن مفيش أي فن قتالي متكامل. تمام، في فنون قتال، في مثلا فن قتالي بيعتمد على الرقل اكتر زي التايكوندو، فن قتالي بيعتمد على اللكمه اكتر زي مثلا وينج تشون، زي البوكسينج، زي الملاكمه الصينيه. تمام، زي الملاكمه بس. هو دلوقتي بيقول الافضل الكاراتيه ولا الكونغ فو؟ الكاراتيه طبعا زي ما قلنا بيتكون من كاتات وليه كذا مدرسه. تمام، الكونغ فو في اساليب كتيره جدا. انا كمن ناحيه الاساليب بفضل الافضل الكونغ فو، بس تتعمق في الكونغ فو لان الكونغ فو في اساليب زي ما قلنا كتير، الوانج تشون، تاي تشي، الجنوبي، الشمالي، الساندا، اساليب الوشو كلها، الافعى النمر، مش عارف ايه. طبعا في اساليب منها بتبقى استعراضيه، في اساليب منها ايه قتاليه. من بعد الفن القتالي بقى الافضل زي ما قلنا اللاعب، اللاعب هو اللي بيحكم. لو انت بتتمرن دايما مستواك هيعلى، تمام، فهتبقى اكيد اللعبه بتاعتك جميله. لكن انا بفضل لك شخصيا الكونغ فو. مصطفى النحاس: انت ليه لحد الان ما دخلتش بطولات كونغ فو؟ بصوا يا شباب، حكايه لعب الكونغ فو مش بيتقاس بالبطوله، انه يدخل بطوله ويكسبها وكذا. تمام، حكايه لعب الكونغ فو بيتقاس بكذا حاجه، مستواه من الناحيه القتاليه، من الناحيه المهاريه والاستعراضيه. لان في واحد يقول لك ايه ده استعراضي فقط. لا يا جماعه، الكونغ فو عشان كده الكونغ فو اسمه ايه؟ فن قتالي، مارشال ارتس. فن قبل ما يكون قتال لازم يكون عندك جانب مهاري، مش كله بام 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 بام، ولازم يكون عندك جانب الحكمه. انا بستخدم حكمه، يعني اي خناقه انك انت تخرج منها بعقلك وبحكمتك، يبقى انت لاعب كونغ فو افضل من اللي هو بيخرج منها بالخناقه بس، بان هو دافع عن نفسه فقط. لا، كونغ فو مفهوم كبير. تمام، انا طبعا بمارس الكونغ فو دايما الحمد لله رب العالمين، دخلت بطولات في موسوعه جينيس، حطمت رقمين، ثلاث ارقام عالميين، في رقم اتسجل ورقمين لسه ما اتسجلوش. طبعا الحركات معظمها في حركات ايه، جمباز، وحركات لياقه بدنيه، وحركات يعني محتاجه ايه مجهود جامد، يعني يعتبر برضه كونغ فو، يعني مش شرط يكون دفاع عن النفس. ياسين كبير بيقول: كيفية المشي على اليدين. اكتب على اليوتيوب هتلاقي كيفية المشي على اليدين موجود. ياسين ارشيدي: مرحبا بيك في المغرب وتحية لمصر الشقيقة. والله الناس المغرب دول كلهم عسل، واجمل تحية ليكم يا اهل المغرب. برنس ايه مالهوترا: انا بحب البريك دانس وعايز اتعلم، ايه اول حاجة ابدا بيها؟ في البريك دانس لازم تبدا بالوقوف على اليدين. البريك دانس بيكون طبعا من ثلاث حاجات: فوت ستيبس، فوت ورك، باور موف. ابدا بالوقوف على اليدين، وابدا بحركه وان ستيب، وعندك حركات سوايب. هتلاقي عندك نزل قائمه التشغيل في قناه على اليوتيوب تعليم البريك دانس. حسين احمد بيقول: انت بتدرب؟ اه بدرب، ابعت لي رساله على البيج وانا هبعت لك معلومات. سعيد عبد المنعم بيقول: ما هي رياضه الباركور؟ رياضة الباركور يا جماعة اللي أسسها أصلا لاعب اسمه ديفيد بيل، فرنسي الأصل. الباركور هو الانتقال من نقطة لنقطة، يعني الانتقال من مكان لمكان في أسرع وقت ممكن. أنا بتخطى الحواجز، بتخطى الشوارع، بتخطى كل حاجة عشان أنا أوصل لمكان معين بسرعة، باستخدام حركات بتعتمد على اللياقة البدنية، حركات بتكون فيها رشاقة، حركات بتكون شكلها جميل. تمام، يعني الباركور مش إن أنا أختصر بس، لا، فيها حركات كتير لازم أستخدمها. معظم حركات الباركور مشتقة من تحركات الحيوانات، النمر، القرد، النمر والقرد والقط، وتحركاتهم في الجامب والقفزات. يا كابتن، هل في عمر محدد للجمباز؟ طبعا الجمباز الفني تقريبا بياخدوا اخرهم 4-5 سنين. اما الباركور والفرنج ممكن تتمرن جمباز، بس بيتسمى اسمه جمباز عام، وانت سنك كبير شويه عادي جدا. يعني احمد اسامه بيقول: ازاي يا كابتن اضم رجلي يا ربي على صدري في الباكس واكون محترف فيها؟ راجع الفيديو يا احمد تعليم الباك فليب، وانا قايل فيها ازاي تعمل التاكا كويس. احمد بتدندا: يا كوتش، عدم الالتزام في هاند ستاند. نزلت فيديو جديد اسمه تعلم الثبات والتوازن القوي في حركه الوقوف على اليدين، هتلاقيه في قناه على اليوتيوب، الفيديو ده هيساعدك. اسامه هاني بيقول: انا عضلاتي ضعيفه جدا وبروح الجيم بقالي شهرين تقريبا بس في الاسبوع مرتين، فعادي ان اروح الجيم دلوقتي وكمان 3 شهور ابتدي اتدرب جمباز ولا اوقف جيم؟ انا باجي اتمرن في البيت اي تمارين، مثلا فتح الحوض وتمارين المرونه وعلى حركات، ممكن اقعد مثلا اسبوعين بتمرن كل يوم وبقعد كده
ابتدي ازهق وتلاقيني بطلت تمرين اعمل ايه؟ اول حاجه انا قلت مليون مره ان لاعب الباركور او الجمباز ما يفضل نهائي انه ما يتمرنش جيم خالص. انت لا انت انت عشان تبقى لاعب جمباز او باركور محترف انت عايز تتمرن تمارين لياقه بدنيه فيتنس، والفيتنس ليه اربع اجزاء زي ما قلنا، جزء خاص بالجامب تمارين الجامب تعليه القفزات، وجزء خاص بتمارين الاطالات اللي هي ايه انك يعني بتلين اوتارك عشان فتح الحوض وكده، وجزء خاص بمرونه الظهر، جزء خاص بمرونه الظهر. تمام يبقى تمام. الجزء اما الجزء الرابع ايه؟ الجزء الرابع يبقى جامب. جامب يا شباب، مرونه ظهر، اطالات، اعصاب. يا رب الجزء الاخير الاعصاب، تقويه الاعصاب. فانت مش لازم تتمرن جيم خالص، هتلاقي تمارين اللياقه البدنيه موجوده في قناه اليوتيوب، ابحث عليها واتمرن التمارين دي ان شاء الله هتساعدك. عدنان كفراني بيقول: كابتن انا اتصبت في ايدي عند مفصل الذراع، الف سلام عليك، والساعد لم يتغير لون بشره ولم يحصل لي اي ورم، واخذت اشاعه لا يوجد كسر بس من شهر وفيها الم طبيعي. طبعا الالم خف، ولكن لحد الان عندما افتح يدي كامله ليست مثل هذه الاخيره، برايك ما نوع هذه الاصابه؟ علما العب كيك بوكس. ادام انت رحت الحمد رب العالمين، يعني من وجهه نظري ما فيش اي اصابه، وما فيش اي الدكتور قال لك ما فيش حاجه وما فيش كسر، فممكن بس يكون من مجهود من كتر ما انت بتتمرن، تمام، فبتحس بارهاق في ايدك. مع الاستمرار والتاقلم التكيف التعايش ان شاء الله ايدك هتكون تمام، ويفضل انك تتمرن على تمارين الاعصاب، تمارين الاعصاب، تقويه الاعصاب. محمد صلاح زكي بيقول: ممكن تقول لنا تمارين اللياقه البدنيه والمرونه؟ موجوده والله في قناتي، هتلاقيها على يوتيوب. ايمن عبدو ربيه: السلام عليكم، انا ايمن من المغرب، لعبت التايكوندو لمده 5 سنوات، والان انتقلت الى الايكيدو، هل استمر فيه ام ارجع واكمل المشوار في التايكوندو؟ زي ما قلنا فيش فن رياضي يا ربي متكامل، فن متكامل، خليك عادي جدا في التايكوندو وخليك في الايكيدو. التايكوندو بيعتمد كتير قوي على الركل ويخلي لقطات جميله جدا، والايكيدو بيعتمد على فن قتالي، الفن الليونة والخضوع على الكسر والطرحات، خليك في الاثنين عادي جدا. محمد كاسيجي: السلام عليكم يا كابتن، الشلابه الخلفيه تتطلب وقت كثير، حكايه الوقت في الشلابه الخلفيه يا شباب تعتمد على لياقتك البدنيه، لو انت لياقتك البدنيه عاليه جدا اكيد هتجيبها بسرعه، لو لياقتك البدنيه ضعيفه جدا اكيد ممكن تاخد معاك شويه وقت. وليد مصطفى: يا كابتن فتحت الحوض كامل بس حبيت اقلد توني جا وانزل افتح الحوض، رحت نازل على خصيتي الاثنين وفرقعه واعمل ايه؟ بص بصراحه انا اسف بذمتك راعي مشاعر الجمهور المستمع، ده سؤال المهم يا جماعه، هو مش قصده طبعا، بس هو يعني هو بس طبعا لا حياء في الرياضه، تمام، بس هو اخر كلمه قالها دي بصراحه ما ينفعش يقالها ويقول لو انا بعتذر ان انا قلتها، بصراحه انا بعتذر جدا بس انا بقرا بسرعه والله. المهم يا حبيبي انت ما ينفعش، لازم تتدرج، يعني هو فتح الحب مره واحده، ان شاء الله انا انزل توتوريال فيديو تعليم على الحركه ديت، لكن لازم تلعبها في مكان امن، مرتبه، حاجه، بعدين انت المفروض بتنزل على رجلك بعدين بتروح فتح حوض، اما مش فتح حوض مره واحده كده. والف سلام عليك. رشيد الموفي بيقول: ارجوك يا كابتن حركات الكابويرا وتمرين تمديد في الكابويرا، سبحانك رب العالمين. انا الاسبوع الجاي ان شاء الله هبدا تصوير في الكابويرا المقاتل المتكامل الجزء الثاني ان شاء الله. انا حسن: انت افضل، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. ازاي حضرتك بتدرب كام ساعه يوميا وازاي بتوفق ما بين الرياضه وشغلك؟ انا الحمد لله بدا. محمد سعيد الشهرباني بيقول: يا كابتن برايك الحاله النفسيه والضغوط هل لها تاثير على التقدم والنجاح؟ اكيد طبعا، لما انا اكون دايما بفكر في المشاكل وبفكر في الهموم والضغوط اللي عليا اكيد ده هيأثر عليا بالسلب، ان انا افكر في هدفي في نجاحي في مستقبلي، تمام، فحاول على قد ما تقدر دايما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفائلوا بالخير تجدوه، حاول دايما انك تخلي تفكيرك ايجابي، لو انا عندي هموم ما اقعدش افكر في الهم ذات نفسه، افكر في الحل الحلول، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر مرتين، دايما مع كل مشكله مع كل ضيق هتلاقي ايه، مع كل ضيق هتلاقي دايما فرج ليه ان شاء الله. فحاول انك انت اذا عندك هم او حاجه ادعي دايما، قول يا رب ان شاء الله ركز في هدفك، ركز في الحلول الايجابيه، وان شاء الله تلاقي حل لمشكلتك، ولا يكون عندك يا معلم ايه تعب نفسي ولا تضغط اي حاجه. محمد مصطفى بيقول: تنصحني اسافر مخصوص علشان
اتدرب الوينج تشون. هو حكايه تسافر في الصين مدينه جميله جدا اسمها فوشان، احلى مدربين في الوينج تشون في العالم فيها في فوشان او فوشان دي. لكن مش معنى انك لازم تسافر عشان تتمرن، لا، في مدربين في مصر على فكره هنا بس محدش يعرفهم بيدربوا الوينج تشون. تمام، ان شاء الله ممكن تسيب لي رساله على البيتش وانا اسيب لك رقم مدرب بمصر بيدرب الوينج تشون بالكامل وانا ايه تتمرن معايا. محمد امين محمود امين محمود، اعمل ايه عشان افضل بنفس الحماس واراده ولوصول الشيء بشده؟ الاحباط والكسل اقضي عليهم ازاي؟ الاحباط والكسل تقضي عليهم ازاي؟ زي ما قلنا ان انا عندي هدف متمسك بيه. تمام، دايما 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 بحاول قد ما اقدر ان انا ما اخليش اي تفكيري في تفكير سلبي. حلو، دايما لو انا فشلت اكون مؤمن ان الفشل ده هو في الاخر هيكون نجاح. هو الموضوع بس فكر، رق تفكيرك هتفضل دايما انت موجود فيك الحماسه والاراده والاصرار ان شاء الله. محمد عادل، ازيك يا ناس، يا ريت تعمل سلسله جديده في الباركور وربنا يوفقك ان شاء الله. هيبقى حسام اسماعيل، كابتن انا عاوز تمرين لباور الرجل عشان حركه السوسته والهاند سبرينج. هتلاقي تدريبات اللياقه البدنيه وتدريبات الجمبات تعليقات القفزات موجوده عندي في قناه اليوتيوب. اسلام طلبه، ازاي اتقن الهاند ستاند؟ الفيديو موجود في اليوتيوب يا حبيبي. يا جماعه اللي بيكتب لي اسئله ازاي اتقن الهاند ستاند، ازاي اتقن باك فليب، مش تخسر حاجه لو دخلت جوه قناه اليوتيوب وكتبت اسم الحركه هتلاقيها قدامك. اما انا هقول لك ايه كده، انا هكتب لك ارفع رجلك واعمل، ما ينفعش. خش بالفيديو قال فيه كل حاجه. مايكل حلمي، يا كابتن انا بتعب قوي لما اعمل التمارين اول مره، ده عادي ولا ايه؟ كبدايه عادي جدا، لكن مع الاستمرار مش ده كله عادي جدا. يوسف سمير، انا يوسف سمير، سالت حضرتك قبل كده على وزني 46 كيلو سني 13 سنه، قلت لي الطول، ودلوقتي بقول اهو طولي 164 وعندك 13 سنه ما شاء الله عليك. كنت بسال انا بلعب حديد 5 كيلو 40 مره كل يوم، ده غلط ولا صح؟ حكايه انك بتلعب حديد 5 كيلو ده، ما انا مش تخصصي مجال الحديد بصراحه، انا ممكن افيدك في مجالي، انت عاوز تبقى ايه في المجال اللي انا بمارسه. انا بقالي كتير، ودلوقتي وانا بشيل بلاقي في عروق بانت على العضلات، ده كويس ولا لا؟ ولكن ليا طلب، ممكن تعمل فولو على الانستجرام. حكايه ان في عروق بانت معناه انك انت تتمرن كويس على حد علم في الحديد، لكن ما اقدرش افيدك قوي في الحديد يا حبيبي، ده مش مجالي قوي. زياد المصري، ممكن اعرف اسرع طريقه لازاله الكرش وايه وحركات المصارعه الحره؟ لا يا عم، احنا مش بتوع المصارعه الحره دلوقتي، احنا بتوع القتال المفتوح، الام ام اي والكونج فو والحاجات دي. المهم حكايه انك تزيل الكرش، هتلاقي تمارين التخسيس وحكايه النظم الغذائيه، هتلاقي كتير على اليوتيوب النظم الغذائيه، واهم حاجه التمارين، ويا ريت تستمر. محمد زعيفان، يا نسر انا عاوز اعرف اللغز اللي بيخليك تجيب حركه الفلير كذا مره ورا بعض، ويا ريت تحاول تشرح لغز حركه لكل حركه، يعني بالبلدي كده تقول سر اتقان كل حركه في شرحك وشكرا. والله انا بشرح كل حاجه في اي حركه بنزلها، ومش لغز ولا حاجه، بس الموضوع تدريب مستمر وبياخد وقت معاك، هي طريقه مش لغز، طريقه. زياد المصري تاني، عايز اعرف لو ما عنديش اوزان وعاوز امارس اللياقه البدنيه في البيت بدون مصاريف جيم اعمل ايه؟ انت بتتكلم كتير يا زياد وما بتتمرنش، اتمرن يا زياد، هتلاقي تمارين اللياقه البدنيه وكل حاجه موجوده في البيت على اليوتيوب، اتمرن. الجنتل علي، انا علي محمود، كنت عايز اعرف الفيلم اللي حضرتك وعدتنا بيها ينزل امتى؟ انا مستنيه الفيلم ان شاء الله. فعلا انا حاليا بستعد الفيلم، اسمه فيلم النسر. الفيلم ان شاء الله معظمه اكشن، هو والله معظم اللي مشاركين في الفيلم يا شباب، القاست يعني ناس بتبتدي، حتى المخرج لسه شاب طموح، الراجل قال لنا باذن الله اذا اجتهدنا الفيلم هيتعرض في السينما، وحتى لو ما اتعرضش في السينما الفيلم ان شاء الله قصته عجباني جدا، ودي بدايه هنظهر بيها عشان نوريها للمخرجين والمنتجين الكبار، وان شاء الله ربنا كرمنا وفي منتجين صرفت علينا، نعمل لكم حاجات ان شاء الله جميله جدا. لكن احنا دلوقتي انا نزلنا في بروفات الفيلم، وان شاء الله خلال اسبوعين تقريبا هنبدا تصوير باذن الله رب العالمين في الفيلم. محمد زعي، مين تاني زعي فان، بيقول لي ها 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 انت مجنون يا ابني ولا انت شارب ايه؟ احمد مصطفى، بعرف اعمل الهاند ستاند صح بس بقف 10 ثواني بس. عادي جدا يا حبيبي. زياد المصري تاني، يا ابني روح نام روح نام، عايز طريقة السيستة، طريقة السيستة
بتاعت شون مايكلز، هتلاقي في ال هتلاقي في الاسماء دي في اليوتيوب يا حبيبي. احمد ام حسين، انت بتدرب كل قد ايه؟ وهل في اسبوع او شهر ممكن ما تتمرنش فيه؟ ولو انت عندك شغل او حاجه بتشغلك بتوافق ما بينهم ازاي؟ وربنا يوفقك ودايما في تقدم يا نسوة. انا شخصيا بتمرن كل يوم، لو ما اتمرنتش يوم بحس ان انا تعبان نفسيا. ممكن فعلا احيانا ممكن ما اتمرنش في يوم لو انا عندي اصابه ولا حاجه لا قدر الله، بس بتمرن برضو لياقه بدنيه او حاجه خفيفه. عندي شغل غير شغلي حاليا الحمد لله، بقيت ممثل، ويعني بحاول برضو بحضر في شغل حاجات اليوتيوب وكده، يعني بوفق ان انا ايه، مفيش حد بيشتغل 24 ساعه، مفيش حد بيذاكر 24 ساعه، عندنا وقت كتير جدا. يا كل الحكايه بس تنظيم وقت، حاول تصنع لنفسك ساعه ونص او ساعه تتمرن فيها في اليوم، تمام؟ ما تقولش بقى انا ايه يا عم ده انا بروح اشتغل وبعدين اجي تعبان. لا، تقدر تنظم وقتك صدقني، لان مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجه. الفاشل دايما هو اللي بيصنع الحجج، هو اللي بيقول ان انا مش عارف وقتي ايه وايه وايه ومش لاقي وقت وانا بشتغل وبنام وبتعب. لا 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 لا، الحبيب حاجه هيصنع لها وقت، حياتك قراراتك، واصنع لنفسك النجاح قبل مماتك، تمام حبيبي. النمر الغاضب، انا وليد عبد الرحمن من الشرقيه، كنت عايز اسالك يا كابتن جابر، ايه الطريقه السهله علشان اعرف اعمل الهاند ستاند الوقوف على اليدين؟ والله ده انا منزل لكم 15 فيديو للهاند ستاند على اليوتيوب. سؤال تاني، انت كنت عامل 3 فيديوهات على 3 مراحل على الطريقه العلميه لفتى الحوت، هل ينفع اتمرن الثلاث مراحل في نفس اليوم؟ ولو اتمرنت الثلاث مراحل اتمرن المده كام وكام يوم؟ وهل انت بتقول شهر ولا ايه؟ وهل اي واحد ممكن يفتح الحوض ولو رجليه مقوصه او معوجه شويه، مش غلط عليه انه يتمرن على تمرينات فتح الحوض ولا ايه؟ وشكرا يا سمو. اول حاجه انك تتمرن الثلاث مراحل الافضل ليك، لو انت في المرحله الاخيره. يعني اقول لك ازاي، انت مثلا دلوقتي لسه الحوض بتاعك مش في المرحله الاخيره، انت لسه في المرحله الاولى، يبقى اكتر تمارين تركز فيها تمارين المرحله الاولى. لو انت في المرحله الثانيه مارس تمارين المرحلة الأولى ومرحلة التانية. لو أنت مستواك في المرحلة التالتة مارس المرحلة التالتة والتانية والأولى، تمام؟ أما حكاية لو أنت عم تقوس، لحد علمي إن شاء الله رب العالمين إن تمارين فتح الحوض بإذن الله بتعالج التقوس، علاج للتقوس إن شاء الله، تمام؟ تعرف إمتى إن الموضوع ممكن يكون خطر عليك؟ لأن أنا أصلا رجلي مش مقوس على حاجة. تعرف إمتى الموضوع خطر عليك مثلا؟ لو أنت أصلا بتمارس التمارين بتحس بألم شديد، بس الالم في العظم مثلا، لكن طول ما دام الالم في الاوتار والمفاصل خفيف عادي جدا، لان يعني الحوض كده كده في الم. اما لو حسيت ان في الم، لا غريب، حاجه غريبه غير طبيعيه، رجلك هتتكسر بتاع، يبقى ممكن توقف تمرين وتستشيرني وانا اعرف ان شاء الله افيدك اكتر، تمام؟ لكن باذن الله لو انت فتح حوض، لو انت مقوس رجلك ممكن تفتح حوض فعلا، بس طبعا هيكون حوضك مع التقويس برده بس مفتوح، تمام؟ او كمان ان شاء الله ممكن الحوض يظبط لك التقوس ده باذن رب العالمين. محمد صابر، وانت لسه عايش؟ انا عايش بقى 24 سنه. احمد مصطفى، انا بقى مرفعه من الهاند ستاند بس بقف بتاع 10 ثواني بس، ليه بقى يا كابتن؟ والعمل عشان ما انت لسه سائلني بقى، قلت لك اتمرن كتير يا حبيبي. عشان بحب اقول لك اتمرن كتير يا لا اله الا الله. اكرام رجاء، مرحبا يا نسر، انا اكرام من المغرب، عمري تقريبا 15 سنه، انا عندي مشكله ايه انوكل ما بلش سخن ايه يا اخويا، انا مش فاهم هو كاتب لي ايه. انا عندي مشكله انوكل ما بلش سخن خصوصا اثناء الجري، بحس بوجع على مستوى البطن احيانا بيكون كثير قوي، هذا شيء عادي ولا وشكرا كتير على كل فيديوهات، لان عن جد غيرت لي نظرتي للحياه. يعني انت كاتب لي كله بالمصري كويس وجاي على السؤال بتاعك هتقول لي بالمغربي؟ انا بصراحه مش فاهم يعني ايه انوكل ما بلش سخن، دي مش فاهم بصراحه، انا اسف بجد. كلام اكتب لي بالمصري تاني واحده. احمد حمدي، سؤال حلو. الله العظيم. مالكوليم استيس حسين، انا مش انت منين يا ابني؟ افضل رياضه قتاليه على الاطلاق ومنتشره في مصر ومناسبه للجسم الضعيف، ماذا عن فن قتال الصلات؟ اتمرن MMA، القتال السلات هو فن قتالي اسلامي نشا في تقريبا ماليزيا واندونيسيا، فن قتالي عنيف وقوي جدا على فكره، اسمع عنه دايما كده، انا مش بمارسه بس اسمع عنه وشفته كتير.
حسام ايمن كابتن، ممكن تعمل فيديوهات تاهيليه من الاول للاخر موجوده والله، الفيديوهات التاهيليه اللي هي فيديوهات اللياقه البدنيه اللي تخليك مية مية وتكون حياتك مهلبيه. اسمعني بقى وبطل اكل فول وطعميه، شكلك بتحل بتقليه في الاخر. احمد حمدي، هو يا كابتن ممكن اروح الجيم والعب بوزن خفيف باوزان خفيفه ولا غلط؟ وفي سؤال تاني، هو التمرين مع مدرب في صاله جمباز هيخليني اتقن الحركات اسرع؟ عشان في هناك اجهزه اكيد لو انت مع مدرب هيخليك تتقن الحركات اسرع ان شاء الله. حكايه الاوزان والحديد، انا مش لاعب كمال اجسام يا ولد ابوي، فاسال مدرب كمال اجسام، تلاقي صفحه اسمها، في صفحه اسمها جيم مصر، ادخل عليها تلاقي كلها بتوع كمال اجسام. احمد حمدي، يا نهار ابيض ليه كده؟ بوب عبد النبي، هم العب ايه؟ انا مش فاهم. مصطفى حمدي، انا بحبك قوي يا ناس، ربنا يخليك قوي يا ناس، وكنت اتفرج عليك من وقت لما انت كنت في جامعه القاهره، وكمان انا متابع لك فيديو جديد انت بتنزله، انا بتدرب كل يوم ساعتين على فتح الحوض، هل ده كفايه ولا ايه؟ هي عيوب اسلوب الوينج تشون؟ هو دخل اسلوب الوينج تشون فجاه في الحوض؟ مش فاهم والله. حكايه الحوض هو ساعه كيوم، في ساعه في اليوم كويس قوي، واقل كمان يعني نص ساعه كويس، بس لو انت شادد بقى وبرنس بتحب التمرين ساعه كويس. الباشا كريلس، ليه يا كابتن جابر انا بساعد ناس على التمرين وبخليهم يعملوا حركات كتير، بس مش عارف اساعد نفسي ولا عارف اجيب اي حركه من اللي بعلمهم لغيري، ايه السبب؟ اخوك نادر. صدق سعدت عليا، انت دلوقتي بتساعد غيرك يا حبيب قلبي بجد، انت كويس جدا، انت فاهم الطريقه، بتساعد غيرك وهما بيجيبوا وانت مش بتجيب، يبقى انت مقصر في تدريبك، انت مش بتتمرن كتير، انت فاهم الحركه بتعمل ازاي فبتشرحها لهم فبيتمرنوا كتير فبيجيبوا الحركه، وانت عمال تشرح وتساعد لكن عملت ايه لنفسك؟ لازم تهتم لنفسك، تهتم لنفسك قبل ما تهتم بغيرك، لانك انت لو اهتميت بنفسك جامد ومستواك عالي هتساعد غيرك اكتر، او الافضل وانت بتهتم بنفسك ساعد غيرك، اما حاجه انت تتمرن كتير لانك مقصر مع نفسك. تمام؟ وسمعني، سمعني ايه؟ سلام الموت على النحاق. يوسف سمير، مهم، مهتدي بن فراج، ما هو علاج الكسل؟ علاج الكسل ان هو ان انا احط هدف في حياتي، ان انا اقوم اكون عاشر حاجه، ما انت لازم يكون عندك هدف واقوم اسعى اليه واحاول وافشل واحاول تاني لحد ما انجح، هو ده علاج الكسل، انك انت عندك رغبه في النجاح، لكن انت ما عندكش رغبه في النجاح هتعيش ازاي مرتاح؟ ها؟ قول لي هتعيش ازاي مرتاح؟ لازم يكون عندك رغبه في النجاح عشان تعيش مرتاح وتكون حياتك احلى انشكاح، فاهمني؟ فاهم. اسال اي، ولا حد زعل مننا؟ اسلام عبد الرحمن ناصر، عايز اي مكان ممكن اتمرن معاك فيه او اي نادي، احنا التدريب بتاعنا في الجيزه، كلمني يا باشا على الصفحه على البيج، سيب رساله اسيب لك معايا تدريب ان شاء الله. اسلام سينا، انا سن 22 سنه، ممكن اتمرن تايكوندو؟ اه ممكن. وادخل بطولات؟ اه ممكن. ولا سني خلاص كبر؟ لا مش ممكن وما ينفعش. وهل حضرتك بتمرن في نادي؟ وهل انا ممكن استضيف حضرتك عندنا في كليه التربيه الرياضيه جامعه الزقازيق ان شاء الله رب العالمين؟ انا حاليا بس اخلص من الفيلم واخلص من البطوله اللي عندي باذن الله، اجي لكم ونقضي ايام تدريبات وننشر الرياضه مع بيننا وبين بعض كتير ان شاء الله. محمد عصمت المشوادي، يا اخويا المشوادي، المشوادي، ينفع يا كابتن اتعلم كام حركه وانا في السن ده؟ انا 20 سنه ويعتبر جسمي تقيل على حركات. ينفع طبعا، ينفع والله. هي اكتب في اليوتيوب تعلم اسهل 20 حركه مع نفسك. هيومان تو كونج، بطل الع... ها 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 ها. بطل العالم بالكاراتيه اخذها وهو ب 34، ولا علمك اول مره بحياته اتدرب كان عمره 34 سنه. العب وتوكل على الله، بس لازم تزود تدريباتك عن كل اللي معك وتدرب بالساعات وراح تكون بطل باذن الله. هو تقريبا بيجاوب اللي هو الشاب اللي هو كان بيقول انا هبقى بطل ومش بيقول لي سؤال. نورهان نبيل، انا بحب الشقلبه، انا بحب الشقلبه وبعرف اتشقلب بالهواء، بس مو على الارض، لازم من مكان عالي، ومشكلتي انا اسف، ومشكلتي اني بخاف يصير اشي بظهري او ركبتي واكتافي، وبلشت اتقن حركه الراوند اوف. طبعا مع تعليمك ممكن تنزل حركات حلوه
وبتبين صعبة للي بعمري، أنا عمري 12. رجاءً كابتن بليز. نورهان نبيل طبعاً بشكرك إنك بنوتة صغيرة ومتابعانا وعارفة الحركات. هي بتقول بتحب الشقلبة وبتعرف تتشقلب بالهواء، بس مو على الأرض، لازم المكان عالي، ومشكلتي إني بخاف بصير أشب ظهري أو رقبتي. بص يا حبيبتي، لازم تمرني في مكان آمن، مرتبة إسفنجية، لحد ما تتقن الحركة إن شاء الله كويس جداً. بعدين بتبدأي بتدرب وبتمرني، عن بتتمرني في جنينة كده فيها نجيلة كتيرة، نجيلة كده حشيشة، مش حشيشة اللي بتشقلب نجيلة، أو على رملة بتدرب. اهم حاجه تبداي تتمرني على سفنج كتير 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 لحد ما نتقن الحركه، بعدين ممكن نعملها بره بقى ان شاء الله. احمد العمري، هل الفيلم اللي بتعمله هينعرض على السينما عامه؟ والله المخرج قال لنا في السينما يا مسهل، بس نعمل بس الفيلم الاول ان شاء الله ونشوف، وحتى اذا ما كانش في السينما هتشوفوه، بس باذن الله يعني يكون سينما ان شاء الله. هي مانتو كونج تاني، العب ضغط بوش اب في البيت، والعب الكرفساء سكواتش سكواتس، وتمارين العقل ايه، تمارين العلقه العقله العلقه العقله العقله العقله. بقدر تبحث على اليوتيوب. اسلام سينا، انا كنت بتمرن وبعدين يئست وقلت مفيش فايده لحد ما وزني زاد وقلت لازم ارجع تاني. تفتكر حضرتك هقدر احقق الحلم اللي بحلم بيه واكون بطل؟ طول ما انت بتقول كنت بتمرن ويئست وقعدت في البيت، كيف خيو دخيل الله كيفك انت هتكون بطل هيك؟ لازم تتمرن وتبدا وتشتغل وتسعى وتجتهد وتفشل وتحاول وتنجح وهكذا، هي دي الحياه، خلقنا لنسعى. تمام. موعدنا غدا في دار الخلد، ممكن يا كابتن شرح حركه البلانش دي؟ ممكن تقول مواصفات الجسم المثالي ورياضه الباركور والبريك دانس والورك اوت. الورك اوت ممكن يا كابتن ركله دايفر كيك، وطلب اخير حركه فولد فليب، ركلة جايفر كيك ان شاء الله بانزلها قريب. حركة البالانش تقريبا بتاخد حوالي 6 شهور اتقانها ان شاء الله رب العالمين. انا ما زلت اصلا بتمرن حركة البالانش، ان شاء الله اول ما اتقنها انزل لكم تعليم ليها باذن الله. حمادة سيبكس بيقول ازاي اعمل المروحة وازاي اتقن الباك فليب؟ انا شفت مليون فيديو عن الباك فليب وبرده مش عارف اتقنها. تاخد وقت يا حبيبي، الحركة اتمرن في مكان امن وحاول تتقن الباك هاند سبرينج قبل الباك فليب. محمد ابو النجا، عايز اعرف التمارين اللي تخليني اجيب اغلب الحركات، تمارين اللياقه البدنيه، مرونه واعصاب واطالات وجامب موجوده على قناتي في اليوتيوب. عبدو ران، كابتن انا عندي سؤال من نوع اخر، انا بلعب باركور ومع اغلب الحركات، بس من فتره وقعت وانكسرت رجلي. انا سؤالي لحضرتك، انت شي مره انكسرت انت وهو بتدرب؟ والسؤال الاهم، انا بحس متابع تمارينه والاخلاق. ايه اول حاجه حكيت انك كسرت قبل كده؟ دي الحمد لله رب العالمين ما حصلليش كسر قبل كده، لكن مريت باصابات فعلا قريبه من الكسر، بس الحمد لله لازم تاخد خدت راحه. تمام. ومعظم الاصابات اللي حصلت لي برده كانت اصابات سطحيه، يعني كنت بتمرن احيانا حافي، بنزل على ازازه رجلي تتفتح، خدت 18 غرزه يعني اصابات كده قديمه، لكن الحمد لله رب العالمين. الف سلام عليك يا حبيبي، وان شاء الله اتمرن في مكان امن ومش هيحصل الكسر ده. ابراهيم كتانا، اخي لا يجب ان تفكر بهذه الطريقه، اذا كان لك حلم فعليك تحقيقه. ده مش بيقول لي انا، ده بيقول لي واحد تقريبا من الاخ اللي كان بيقول انا يائس والكلام ده. الياء جمال، ينفع يا كابتن العب تمارين بطن مع تمارين فتح الحوض او تمارين الظهر؟ ينفع يا باشا. برهيم كتانا، انصحك بالذهاب الى طبيب متخصص، ده الراجل اللي هو كان بيقول تقريبا رجلي انكسرت. احمد مجدي، انا بعرف اعمل الهاند ستاند، بس المشكله اني مش بثبت نفسي كويس، واخر في الوقف 10 ثواني، وساعة ما اجي امشي هم 5 أو 6 خطوات عشوائية وبقع، مع اني طبقت الخطوات الصحيحة وصفيت عقلي وركزت جدا على الحركة وشديت وسط كويس، وكان عندي حماس اني اعملها وتحدي وكل حاجة صح بنسبة 100%. ده انا حتى بقالي شهر كل يوم بتمرن عليها ومفيش فايدة. انا سيب لك نفسي
انا هسيب لك نفسي بنصيحه، مش لازم فيديو علشان انا هتجنن ولازم اتنطط على ايد واحده. والله بس يا حبيبي الموضوع بيتطلب منك مرور وقت، تمام؟ وحكايه لياقتك البدنيه اتمرن عليها كويس، تمرين لياقتك البدنيه ومستواك هيزيد. وصدقني مش مجرد ما انت فهمت الطريقه عملت مره يبقى خلاص جبتها، لا لازم محاولات مستمره يا حبيب قلبي. قلت ده 100 مليون مره. محمد ناصر كابتن، انا بقيت اعرف اعمل الهاند ستاند الوقوف على اليدين، وبجيب 15 ضغط وانا واقف على ايدي. بس سؤال هنا، انا بعملها وانا ورايا حاجه اوزن نفسي عليها، وحاولت اكتر من مره اني اقف على ايدي وانا مش ورايا حاجه، لكن بفشل دايما وبقع على الارض. لكن لو ورايا حاجه مش عشان اسند ع... مش عشان اسند عليها، لكن علشان اوزن نفسي مش اكتر، بعرف اعملها وبجيب من 15 ل 17 ضغط وانا واقف على ايدي، لكن اقف في الهواء مش بعرف بقع على طول. لان سيادتك انت معود نفسك دايما انك تقف على حيطه، اصل الحيطه لازم تعود نفسك كتير ان انا اعملها من غير اي حائط عشان المستوى يزيد. في راس محمد هي المرحله الاولى من الهاند ستاند عدم توازن، والمرحله الثانيه عدم تحكم في التوازن. ايوه فعلا، في اول مرحله بيكونش فيه توازن خالص، ثاني مرحله التوازن بتاعك بيزيد. التوازن بتاعك مش الثبات، توازن مش الثبات، تمام؟ يعني التوازن انك انت بقيت بتقف كتير، بقيت بتقف ايه كتير، تمام؟ لكن بتتحرك بس متعرفش تثبت، فبالتالي بيتسمى توازن بدون ثبات، تمام؟ اما لما يكون التوازن بتاعك بتثبت بيبقى توازن كامل، توازن كامل. انت بتتحكم في التوازن بقى، تحكم في التوازن. عشان كده قلنا عدم توازن، عدم تحكم في التوازن، تحكم في التوازن. محمد ناصر تاني ده ولا ايه؟ انا يا كابتن الحمد لله بعرف اتقن حركه الهاند ستاند واجيب. لسه قايلها. وعندي سؤال كمان، انا كل شقلبه خلفيه بعمل كل خطواتها، بس باجي عند الشقلبه ومش بعرف اتشقلب خالص. ممكن فيديو تشرحها ازاي تتشقلب؟ انا نزلت الفيديو ده حبيب قلبي، واتمرن في مكان امن، مرتبه اسفنجيه، يفضل اي شقلبه على مرتبه اسفنجيه. عبد الجليل قاسم الشعيبي، انا اتقن الشقلبه الخلفيه يا كابتن، بس بدي اتعلم سلسله الشقلبه الخلفيه. انت فهمتي؟ انت فهمتني كويس؟ مش فاهم. باك فليب قصدك؟ محمود محمد، انت عامل ايه في دنيتك؟ وربنا معاك في دنيتك، واتمنى اللينك بتاع الحلقه اللي انت هتنزلها اللي فيها الاجوبه، وربنا معاك مره ثانيه. هنزلها ان شاء الله رب العالمين اكيد. ما انا هو دلوقتي بجاوبه. عمر خالد، انا لو عايز اتمرن مع حضرتك فين المكان؟ احنا بنمرن في الجيزه حاليا، في الجيزه حاليا. او اي رقم اقدر اتواصل مع حضرتك عليه؟ يعني نتمنى الرد على السؤال عشان دي مش اول مره اساله. 010 17 36 60 23. ايسا محمد الدهيل، دهيل بنصحك ارتقي وما تحمش ايه ثقيل بيدك. بيبو يسري، كام حزام في الكونفو مستويتهم بعد كل قد ايه؟ باخد حزام وشكرا. والموضوع بيختلف بصراحه من مدرسه لمدرسه، معظم المنتشر يعني السنده بتوع شاولين على ما اعتقد بيلعبوا بالاحزمه والكلام ده، تمام؟ بيختلف الموضوع من الوش والكلام ده، بس انا عموما بمارس سانده، بمارس شويه من التاتشي وينج تشون، الحاجات اللي مش بمارسها من في الاحزمه، تمام؟ وكل اماكن ليها انظمها، نظامها. بس غالبا الاحزمه والكلام ده تلاقيه منتشر قوي في شاولين، لان شاولين حتى كمان في البدل بتاعتهم تلاقي في بدله تقريبا لونها رصاصي وبدله لونها حمراء، تمام؟ اللاعب اللي هو بقى معتمد في شاولين انه يلعب الكونغ فو كله بقى، يلعب كل الاساليب، يلعب ده وده وده وده، فهناك بيقاسوا باحزمه. اما هنا السنده، لاعب السنده والكلام ده بيتقاس باب البطولات، بيكسب بطوله نادي، بطوله جمهوريه، بطوله دوليه وهكذا. ولوشه بقى طبعا بالاساليب بقى، بيحسبوه بالاداء والتحرك والانسبه والكلام ده. يا رنا مختلفه، حكايه الاحزمه مختلفه. في مدارس بنظام الاحزمه وفي ناس لا مش نظام احزمه. عبد الرحمن، يعطيك الف عافيه يا كابتن، انا مع الراوند اوف والباك فليب، ولما احاول اجمع بين الحركتين بيجيني خوف، يعني بنزل الراوند اوف ما بستطيع اطلع الباك فليب، كيف ممكن؟ يا انت معاك الراوند اوف والباك فليب، حاول انك تعمل الراوند اوف بالراحه كبدايه مش سريع جدا عشان ما تخافش، وحاول تلعب في مكان امن، وحاول تشوف الطريقه في الفيديو منزله الراوند اوف بالباك فليب. امت حمدي، عارف يا كابتن ارخم احساس في الدنيا لما تكون بتحب حد او عارف كل صفاته انه طيب وجميل وخلوق ومتواضع وكل ميزات الدنيا فيه، وحاسس انك تعرفه من سنين، بس المشكله ان هو ما يعرفكش
او ما يبقاش عارفك. انا عمري ما حبيت حد زيك على فكرة. على فكرة انا بتفرج على الفيديوهات بتاعتك. اول حاجة طبعا انا فخور جدا بالكلام ده تمام، بس على فكرة انا انسان عادي على فكرة، يمكن ما تعرفنيش كويس، انا بغلط على فكرة وبتعصب وده كله عادي عشان اعرفك عن نفسي. انا عادي جدا زي اي انسان، بس رب سبحانه وتعالى وهبني مجال الرياضي، فانا بحاول ان انا ايه، بحاول ان انا يعني انشره اكتر واكتر واكتر تمام. لكن كلنا بنغلط وانا زي اي انسان، وافضل شيء ليك ان افضل حاجه انك تاخدها قدوه ليك سيدنا محمد تمام. وانا طبعا متشكر ليك جدا على الحب اللي انت بتحبوني ده، وانا طبعا حاسس ان انا مش مستهلوش اصلا خالص. نيجي لمين، نيجي لمين تاني؟ ابراهيم شيتا، كابتن جابر انا في اخر مرحله من الحوض، فعندي في رجلي بحس الشمال بحس فيها بالم، واليمين الم خفيف. عادي جدا انك تحس، بيكون مثلا لو تحس بالم شديد يبقى هنا عندك المرونه، هنا قليله عن رجلك التانيه. علي عبد الهوينج، عايز طريقه تعليم الهاند ستاند؟ موجوده والله الهاند ستاند في اليوتيوب. محمد الكربلاوي، انا محمد من العراق يا كابتن، القبه عملتها والهاند ستاند اعرف اسويها الا الباك هاند سبرينج، ساعدني يا كابتن انا لسه خايف ارمي الخلف. في اسهل طريقه للباك هاند سبرينج، انا نزلتها شبه خلفيه، تعليم حركه الشبه الخلفيه من طريقه العجله، من العجله الارضيه، من العجله. شوف الفيديو ده هيسرق جامد. بور برانس، ممكن يا كابتن جابر تعمل فيديو تعليم رياضه المواي تاي، الملاكمه التايلانديه؟ ان شاء الله اذا كان لينا عمر باذن الله لما اتعمق في الملاكمه التايلانديه كتير 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 هنزل لكم حاجات عن الملاكمه التايلانديه. هيسا ناصر، السلام كابتن، انا ابي جسمي، انا اقبى جسمي يصير مرن وافتح حوض مع العلم مبتدئه، دي بنت بالرياضه، وابقى وابى وابى وابي اقبى، بيقولوا اقبى الخلايا تاني صح، وابى تمارين رفع اللياقه. التمرين ان شاء الله يا هيسا، مش عارف اسمك هيسا ولا ايه، موجوده في اليوتيوب القناه عندي. مالك المصور يا جماعه. المصور يا جماعه من كتر ما ماسك الكاميرا، هات ايدك لازم يا جماعه بجد، يعني من كتر ما ماسك الكاميرا، بصوا عامل ازاي، من كتر ما ماسك بايده الكاميرا ده يا جماعه، احمد يا جماعه بيصورني، من كتر ما هو ماسك الكاميرا طبعا تنح ايده بقى بتترعش، فالمفروض برضه نشكره يا جماعه ان هو ماسك الكاميرا الوقت ده كله يعني تمام. فالراجل طبعا بقول له بناخد راحه، بيقول لا لازم يا كابتن نخلص اسئله الناس كلها صح يا احمد؟ صح. اسلام احمد بيقول يا كابتن انا كنت سالتك سؤال قبل كده وانت ما جاوبتنيش، ليه انت مش بتنزل فيديو ليك يكون عباره عن فايت حقيقي في بطوله حقيقيه او شيء من هذا القبيل؟ كل اللي احنا بنشوفه لك استعراضات لا جمباز وحركات كونغ فو او الباركور او مشابه، ومش قصدي اني اقلل من ده، بالعكس ما شاء الله عليك ربنا يزيدك انت عالي جدا، انا بسال من الناحيه القتاليه، عايزين نتفرج ليك على فيديو فايت قتالي وشكرا. طيب انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، مش عارف اقول لك ايه، انا في الاساس على فكره لاعب كونغ فو والاساس مقاتل تمام، ولعبت فايتات مع ناس محترفه جدا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني معاهم، بس الفايتات دي يمكن مش متصوره تمام. واللي انت ما تعرفوش ان الكونغ فو مش بس قتال والكلام ده، الكونغ فو مفهوم اوسع من كده، الكونغ فو يعني مهاره، يعني حكمه، يعني استعراض، يعني قتال، يعني كذا حاجه، عامل ميكس ما بين ده وما بين ده ومن ده. وانا الحمد لله رب العالمين منزل سلسله مقاتل متكامل لتعليم الكونغ فو ساندا، وناس كتير الحمد لله اتعلمت ازاي تضرب اللكمات صح والركلات وده 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 تمام. ولعب الكونغ فو الحقيقي مش لازم يخش فايت او لازم يتخانق، وزي ما انت فاهم تمام، للاسف انت فاهم معنى الكونغ فو غلط، لكن الحمد لله رب العالمين انا مستعد في اي وقت ان انا ادافع عن نفسي، مستعد في اي وقت ان انا اخش فايت مع اي حد، مستعد وده وده وده. مش مهم تكون انت شفت قبل كده حاجه على اليوتيوب مش منزلتها، المهم انا عارف نفسي ايه بالظبط. محمد السالو، كابتن يا ريت تعمل فيديو تتكلم فيه عن الشجاعه اثناء القتال،
ازاله الرهبه او الخوف من قطوال الشارع. يا ريت يا جبوره. ان شاء الله يا حبيبي انا مش هخليك فرفوره، وهخليك تبقى شجاع حتى لما تيجي تكتب على السبوره. بس انتظرني انتظرني ان شاء الله، وانزل فيديو عن الموضوع ده تمام، وخلي بالك بقى من الشبوره. بس يا احمد ازاي ازود في عدد العقله والضغط والباط؟ العب كتير يا بومبو. احماديل اباد، يا ريت لو تشرح كيفيه تستخدم الكونغفو في الشارع عندما تتعارك مع الخصوم في الشارع. لماذا عاوز تخانق في الشارع؟ لماذا؟ ده اسمه ستريت فايتنج، بطل شوارع. ان شاء الله رب العالمين ننزله. احمد هلالي، كابتن جابر انا حودي صعب قوي، بيتفتح اعمل ايه؟ وكمان انا كنت بلعب باركور وبخاف من الفري رانينج، علشان مره كنت هتكسر في باركور ايجيبت مع اني كنت على مراتب ارجو الرد. اه يا حبيبي، حكايه انك كنت هتخاف وكنت هتكسر دي معناها انك انت سبقت مرحله عن مرحله. لازم تبدا بالحركات السهله، الحركات السهله هتوصلك للحركات الاقوى ان شاء الله. نسر العظيمه، حبيبي يا نسر، انا عندما اعمل راوند اوف الباك دايف اللي وراها اقع فيها على راسي، ممكن تقول الحل يا نسر؟ وريني الفيديو بتاعك ان شاء الله على صفحتي وانا اشوفه اقول لك لايك. انا يوسف الكينج، كابتن اللي عنده كرش يتخلص منه ازاي يا كابتن؟ بنصحك انك تروح جيم يا كابتن، او تمشي على تمارين التخسيس يا كابتن، وتمشي على نظام غذائي يا كابتن. عمر، متشكر كابتن جابر تلميذك. تمام كده يا كابتن، الوقفه دي غلط ولا لا؟ انا شايف الصوره بتاعتك في الهاند ستاند، حاول تقف مستقيم على قد ما تقدر، بطنك مايله لتحت كده شويه، لا شد نفسك اكتر من كده تمام، شد نفسك اكتر من كده في الصوره يا بومبي. قشطه. محمد صلاح، انا يا كابتن عندي 23 سنه ومن 5 سنين بتدرب، بس ظهري بيوجعني قوي وكل شويه اجدد ايه خطوط حمراء وزرقاء، وارجو الرد ان خطوط حمراء وزرقاء على ظهرك من التدريب دي معناها الله اعلم، يعني ممكن يكون ضعف في اللياقه البدنيه او ضعف في المناعه، لكن ما ينفعش ان يجيلك خطوط حمراء وزرقاء والكلام ده في التدريب. بنصحك انك تستشير دكتور، شوف لو انت عندك نقص في المعادن، كالسيوم، عناصر غذائيه، دهون، بروتين، عندك نقص في المناعه، عندك نقص ضعف في اللياقه. انا مش عارف بصراحه، فحكايه انك بيظهر عندك خطوط حمراء وزرقاء وخضراء استشير فيها دكتور يا حبيبي. او ممكن تكون انت ابيض قوي، ابيض قوي قوي مثلا، واي حاجه بتاثر فيك ده ممكن يكون عادي. زياد محمد، الفيلم اللي هتعمله امتى؟ انا لسه متكلم حكايه الفيلم دي. عمر عاشور، السلام عليكم، يا رب تكون بخير. انا اسمي عمر، مدرب سباحه، كنت عايز اسال حضرتك كنت بتدرب كام لعبه؟ انا شايف لحضرتك بريك دانس، كونغ فو، باركور، كاراتيه، كاراتيه لا طبعا، بومزا، كذا حاجه. ايه اكتر لعبه عجبتك في الالعاب دي كلها؟ وازاي حضرتك كنت قادر تستحمل كل ده من غير ملل؟ انا بنزل الجيم اسبوعين وبكسل، مفيش حافز، لو نزلت بلعب من غير ضمير بس. وشكرا لحضرتك. بتلعب من غير ضمير، شكلك عايز تاكل فطير، ليه بس كده؟ انا عايزك تكون امير. اول حاجه حكايه انا ليه بلعب كذا حاجه، لان مفيش حاجه متكامله، لازم تنوع عشان ما تزهقش، عشان ما تكونش ممل، لازم تكون كومبليتد فايتر، لازم تكون متقاتل متكامل او رياضي متكامل، عندك خبره من ده وده وده، عندك لياقه، بتعرف تقاتل، بتعرف تتشقلب لورا ولقدام، بتعرف تفتح حوض، عندك مرونه، لازم عشان ما تملش من حاجه واحده بس تخش في كذا مجال من هنا وهنا وهنا وهنا. ده اللي انا بفضله، انك تكون لاعب منوع تمام. حكايه انت بقى بتكسل، انت بتلعب جيم، الجيم مش لعبه مهاريه واستعراضيه، فيفضل لك انك تلعب لعبه فيها مهاره زي الباركور، الجمباز، فنون قتاليه، لازم تلعب لعبه فيها او بريك دانس، لعبه فيها حركه وبويره، لعبه فيها حركات ومهارات، عشان الحركات فيها هتحبك في اللعبه اكتر. درهمور نصير، لا شك ان العاب التحمل مثل الضغط والبطن والعقله عامل اساسي في تشكيل لياقه اي لاعب لالعاب قتاليه، وبتزيد من قوه تحمله. ده واحد يا ريت يا كابتن تفكر تقسم العاب التحمل والجيم التي تحتاج لاعب الكونغفو بالذات الى مستويات، ونتنزلنا فيديو ان شاء الله رب العالمين. حمزه ابو العباس، السلام عليكم ورحمه الله، كيف اجعل من شخصيتي شخصيه فزع؟ كيف اتخلص من الخوف التحدث امام الناس؟ يا ريت لو تشرح لي يا كابتن. اخوك من سوريا. ده موضوع مرتبط بالنفسيه والتنميه البشريه. انا منزل تنميه بشريه عن الثقه بالنفس،
ومنزل تنمية بشرية عن التخلص من الإحباط. تابع الإحباط الإحباط تابع دروس التنمية البشرية إن شاء الله. دروس إيه؟ أنا هيست خالص. تابع دروس التنمية البشرية إن شاء الله هتسعرك. وعندك يا عم دكتور إبراهيم الفقي، وعندك الدكتور مصطفى محمود، وعندك الدكتور زكي النايك، عندك ناس كتير. سيبك مني أنا يا عم. علاء حسن، وليد مصطفى، شكرا على اهتمامكم. حمادة التنين، استمر على تمرينك عادي، ولا والاحسن انك ما تروحش الجيم ده لو انت ادم شنا. محمد جمال، كابتن جابر عايز اجيب سناك باي طريقه. سناك اللي هو القفع، روح يا عم اي محل قفع اشتريك قفع باي طريقه. سناك دي حركه اسمها فيكيك، مفيش حاجه اسمها اي طريقه، في حاجه اسمها تتمرن وتحاول كتير. مصطفى محمد، يا كابتن انا كل مرمي حركه الاريال بخاف ارميها رغم اني بجيبها على ايد واحدة، اعمل ايه؟ انا عندي 10 سنين. العب بمكان عالي او العب في مرتبة، والحركة بتاخد وقت، وشوف الطريقة صح يا حبيبي انت بتعملها ولا طريقة غلط، راجع الفيديو كتير. احمد الحسين، كابتن ما هو افضل وقت لممارسة التمرين الرياضية وخاصة التدرب على فتح الحوض؟ وشكرا. انا 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 شخصيا مش بؤمن خالص بحكاية الوقت المناسب للتدريب. في واحد هيقول لك الصبح، تقول له الصبح، يقول لك بعد الظهر، تقول له بعد الظهر، هيقول لك المغرب، تقول له المغرب، يقول يا عم فكك من ده كله، هتعبوا دماغك ودماغ اللي جابوك. انا غلطت كده صح؟ انا مش هحط السؤال ده خلاص. انا هيست خلاص. المهم احمد الحسين احمد بيقول كابتن ما هو افضل فن وقت لممارسه التمارين الرياضيه وخاصه التدريب على فتره الحوض؟ انا شخصيا مش بؤمن ان في وقت مناسب للتدريب، ممكن تتمرن في اي وقت ما دام انت حاسس ان انا عندي حماس وطاقه ان انا اتمرن. عموما العلماء غالبا بيقولوا ان افضل وقت الصبح بدري او فتره اول الليل، لكن انا شخصيا بقول لكم اتمرن في اي وقت عادي جدا، يعني مش تفرق. العلماء اللي هم بتوع الفيزياء والحركه والكلام ده، لكن انا بتمرن في اي وقت عادي جدا على فكره. الشبح بيقول لك ايه احسن اسلوب للجسم الهزيل؟ احسن اسلوب للجسم الهزيل يا باشا، احسن اسلوب للجسم الهزيل انك تتغذى كويس، ادي نمبر 1. حكايه بقى الرياضه انك تتمارس تمارين لياقه بدنيه، ما انت ما ينفعش تمارس اي اسلوب وانت ما عندكش لياقه بدنيه متكامله، ده انت جسمك ضعيف يبقى انت لياقتك البدنيه ضعيفه. مارس تمارين لياقه بدنيه. حسن ابو مار، نعم يا اخويا انت بتلعب. لا ده مش بيكلمني انا، ده زهراء محمد، يا كابتن من فضلك انا بعرف اعمل حركه القبه الواقفه بس مش بعرف اعمل بقيه الشقلبه الخلفيه، وكمان تمارين الاطاله ما عادش بتنفع معايا لانها مش بتوجع لي عروقي، بحس انها تمرينات عاديه، ممكن تساعدني من فضلك؟ بالمناسبه انا بسمع كل فيديوهاتك المميزه وشكرا لحضرتك. يا كابتن من فضلك انا بعمل حركه القبه، بس حركه القبه حكايه الشقلبه احنا انت محتاجه قوه دفعه عشان تتشقلب لورا، وغير كده لازم تتمرني في مكان امن، مرتبه اسفنجه. نزلت فيديو اخير عن الشقلبه الخلفيه، ان ازاي نعمل حركه الشقلبه من طريقه العجله، اوكي؟ فحاول تشوف حركه العجله الفيديو ده وان شاء الله تعرف تجيبيها. وعندك حركه الايزي باك 2 والايزي باك 1 اسمها كاكو، دي برضه تقرب لك حركه الشقلبه. مايكل حلمي، شكرا يا كابتن. ريما توفيشي، مين اللي علمك كل هالحركات؟ الزمن ومن مدرب كتير اتعلمت انا من هنا وهنا، بحب التنوع زي ما احب اكلي يكون منوع، بتفرج على كل حاجه ومش بتسلوع. محمد فؤاد يعني بتسلوع دي. ايه تاني يوسف الزوني، اين الجزء الثاني من المقاتل المتكامل؟ والله يا بوب احنا هنصور المقاتل المتكامل الاسبوع الثاني، الاسبوع يا عم جاي. الاسبوع الجاي الجزء الثاني ان شاء الله هيكون عن الكابويرا. الكابويرا فن قتالي البرازيلي اللي ملوش حل. يس. محمد العقرب، يا كابتن انا بتمرن على فتح الحوض اكثر من سنه ومش راضي يفتح معايا، انا حاليا في المرحله الثالثه، يمكن علشان كنت بلعب كمال اجسام. ممكن تقول لي السبب ايه؟ ممكن العب جمباز وكمال اجسام مع بعض؟ انا عندي 13 سنه، ما ينفعش تلعب كمال اجسام خالص مع الجمباز خالص، ما ينفعش، بطل كمال اجسام اوعى. عدنان كفراني، شكرا لحضراتكم، امان ربي امان. محمود نور الايه اسكيف،
انا عمري 16 ونص يناسبني الجمباز طبعا. يا بص يناسبك الجمباز طبعا ان شاء الله، بس الجمباز اللي هو العام الباركور والفرنك. اما لو رحت نادي بقى بتاع جمباز يقول لك لا لازم يكون سنك 5 سنين، بس ينفع تتمرن حاجات الجمباز عادي. انا بادئ من 15 ونص. عبد الرحمن، عبد الرحمن يا كابتن انا نفسي اتعلم الباركور والجمباز، ممكن تبعت لي الفيديوهات؟ يا حمي من غير ما ابعت لك انت خش على اليوتيوب واكتب هتلاقي اسامي الحركات. ابدا بحركه المانكي واللاندنج والبريزيشن. عمرو الشهابي ازاي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله. انا كان في وجع قعد معايا فتره اللي هو الوتر اللي بيتشد في تمارين الفراشه الفتى الحوت، وكان بيوجعني لما بتمرن على وجع بيروح وبيرجع تاني زي ما كان، لكن الحمد لله بدا يروح كتير. ارجو تفسير هذا، وايه اوجاع فتح الحوض المختلفه، وازاي اقدر اعرف ان الوجع ده هيعقد هيقعد معايا؟ وشكرا يا احلى كابتن. عيط. هذا الوجع طبيعي، يفضل انك تسخن كويس قبل ما تتمرن. حكايه الوجع بقى بيقعد قد ايه والفرق ما بين التمزق العضلي والشد العضلي، انا منزل فيديو على قناتي على اليوتيوب. يا ربي ازاي تعالج الشد والتمزق العضلي، شوف الفيديو ده ان شاء الله هيفيدك. وفي اللي يروح اقعدوا اقعدوا اقعدوا، لازم تقعدوا تسمعوا، اقعدوا تقفوا اقعدوا، لازم تقعدوا اقعدوا. بحبكم. ايه تاني؟ محمد نور اسكيف قال لي شكرا والله. انا شو من تاني محمد بطل كابتن من سوريا، بدي اسالك سؤال، انا سمين شو بأثر على تدريبات شو مثل فتح الحوض وسوست الى اخره، وبتمنى ترد على سؤالي. حبيبي السمين التخن ملوش علاقه بفتح الحوض خالص، لكن السوسته دي حركه السوسته بتعتمد على اللياقه البدنيه، لازم اتمرن على تدريب اللياقه البدنيه كويس. هتلاقي الفيديو بقناتي ادخل بيها. انا اصلا واد جن يا كابتن. ما هي حركات البلانش؟ وقال بتعرف تعملها حركه البلانش؟ بعملها بس مش قوي يعني، ما زلت بتمرن عليها ان شاء الله. محمد مسعود انا سالتك سؤال قبل كده في فيديو لكن ما ردتش عليا. طب ايه هو السؤال يا عم؟ انت جاي تعاتبني وتلومني هنا؟ يمكن ما شفتش سؤالك يا اخي. لا لا لا. سامي برنس سؤال يا كابتن، هل ليه تمارين الكونفو بتخسس دايما لاعبين الكونفو اجسامهم نحيفه؟ مش شرط على فكره، عادي ممكن تلاقي لاعب كونفو جسم مليان وبس ماشي على النظام ماشي عليه. في لعيبه كونفو بتلعب جيم مع الكونفو فيتنس، مش يضخم يعني بيظبط جسمه كده زي بويكا سكوت الكلاس. الفهد الاسمر المصري ربنا يخليك يا عم كابتن، لو عايز اشوفك امتى وفين تعالى تدريب شوف ان شاء الله. هيثم الكومي يا كابتن حاسس ان شفتك في شارع ايه؟ يا كابتن حاسس ان شفتك في شارع هنفرس ومشيت وراك انا وابن عمي، وانت بصيت علينا وقلت لنا امشي يالا انت وهو، وانت كنت بتتشقلب، وعايز اعرف اذا كان الكلام ده بجد ولا لا. برضو عايز اعرف انت قعدت قد ايه تتعلم كونغ فو؟ السلام عليك. يعني انت شفتني في شارع وانا بتشقلب وبقول لك امشي يالا انت وهو، وبعدين بتقول انا عايز اعرف الكلام ده حقيقي ولا بجد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اقول لك امشي انت وهو؟ انا ده انا عمال انشر الرياضه واساعد الشباب انا. لا ومش متاكد كمان، يعني انت مش متاكد ان انا. المهم احمد شيتس بيقول حضرتك يا كابتن انت مش هترجع نادي حدائق القبه من تاني، اصل انت في الجيزه وانا من الاميريه. يا باشا اميريه باب الشعريه، هناكل ملوخيه لوبيا وفاصوليا، مش هينفع. اللي حابب حاجه يجي. في ناس بتجينا تدريب من البحيره جنب اسكندريه، في ناس بتجينا من طنطا اسماعيليه، في ناس بتجينا من الاسماعيليه، شرف في ناس بتجينا من المنيا، من اسيوط، من سعاء، من سوهاج، من الدلويه، في ناس بتجينا من كل مكان، من صعيد مصر. وانت عم بتتحجج وانت من الاماريه علي النعم، انت عايز بالبلغه القديمة. انا اسف بس بجد ما ينفعش يا حبيبي زخوكي، ما ينفعش. اماريه انك ايه؟ انا كنت في الاماريه من فتره على فكره. مازن بيج سمايل سؤالي اني عندي اي تمرين العبه واكرره كتير اخر شيء بيبقى وجع قوي، واحيانا مش بقدر اكمل اكتر يعني ابذل كل الجهد، هل في المرحله دي تكون العضله وصلت لاقصى مستوى تحمل؟ فعلا في البدايه بتكون ارهقت،
ولا ايه يعني، ولا ما بقدرش اكمل حتى؟ وحكايه الارهاق في الاول انك تتمرن شويه صغير وتتعب بسرعه دي طبيعيه، الحكايه بتحتاج التاقلم، التكيف، التعايش. كل ما تتمرن باذن الله هتبدا لياقتك بتزيد، مستواك يزيد، نفسك يزيد، قلبك يزيد، تنفسك يزيد، كل حاجه فيك بتزيد 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 بتزيد، تمام؟ ايمن شيما، ما هو افضل مكان امن للتدريب وتقليل الخوف من الاصابات؟ مراتب اسفنجيه. بص انا اريحك، انا اريحك، انت روح السرير شيل المراتب اللي فيه وحطها واتمرن بجد. بس يا بابا يزعلك. احمد رمو، شو هي جميع الحركات يلي تعلمتها بدون مدرب؟ يا موضوع كبير 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 قوي، هبقى احكي لكم بعدين، ده قصه كبيره. اسامه هاني، شكرا. العفو. احمد جوده، الفيلم الجديد هيتعرض امتى؟ قول يا رب. انا سنايبر، ايوه يا شبع. الفيلم هيكون عباره عن ايه يا شبع؟ لا والله انت يا ابني، هو انت بتكلمني انت راكب التوك توك؟ انت ماسك الموبايل عارف التوك توك؟ ماشي يا شبح، قول يا رب يا شبح. اسلام احمد، تمام يعني ما بيدخلش بطولات ولا فايتات اصلا؟ لا اله الا الله. تركي علي، كابتن جابر، انا بتمرن على فات الحوض، تعديت المرحله الاولى، بس المرحله الثانيه بخلص تمرين ابقى عامل زي محمد سعد في فيلم تتح. ليه خوفي انها بتضرني؟ هو محمد سعد كان في التتح عامل ازاي؟ هات يا الشاب ده كان عامل ازاي؟ هات علي كان عامل ازاي؟ يا ربي محمد، شفت تتح كان عامل ازاي؟ لا وري له الجمهور تاني، بس لا وري له الجمهور تاني بسرعه. كان عامل ازاي تتح؟ ده احلى رد. انا بصراحه ما كنتش فاكر المشهد يعني، بس معايا تلاميذ من تلاميذي فاكر المشهد اهو. والله العظيم يا حبيبي، وجع كلنا بنمر بيه يعني، ان شاء الله فاهم؟ مع التمرين يعني هتتخطى بيه ان شاء الله. محمد ايه؟ اسيمرمو كابويرو، انت منين يا ابني؟ انت من فرنسا؟ انا محمد اسرموح، احب بتوع المغرب اساميكم غريبه سبحان الله، مزق اسامينا يعني. ماشي، احب فن الكابويرا، هل تستطيع التعليم بعض الحركات يا كابتن؟ ان شاء الله يا محمد انا انزل سلسله كتر متكامل الكابويرا، اصور الاسبوع الجاي باذن الله. ايه تاني؟ احمد دهوج، يا كابتن انا بتمرن على فات الحوض اكثر من 4 شهور، اصل المرحله الاخيره من فات الحوض، عند تسخين الجيد هل امارس التمارين الاخيره فات الحوض؟ انت في انهي مرحله؟ اول حاجه انت في انهي مرحله يا حبيبي؟ لو انت في المرحله الاخيره اتمرن على كل المراحل، لو انت في الثانيه اتمرن على الاولى والثانيه. احمد الانور، انا وزني 70 كيلو، ممكن اتعلم حركات؟ ممكن اتعلم حركات. احمد كهربا، انت ايه يا احمد؟ كهربا؟ مين بيكهربك يا احمد؟ يا كابتن ارجوك ترد على كل سؤال، اول سؤال، انا بعرف اجيب حركه الباك فليب بتاك، بس لما بجيبها من تحت الركبه، ايه؟ من تحت الركبه على طول لحد الكعب بيوجعوني في رجلي الاثنين لدرجه اني اجيبها كل يوم 7 أو 8 مرات بالعافيه. السؤال الثاني، انا لسه اصلا ما اعرفش ايه السؤال الاولاني. انا بقف على اني هجيبها بس ببقى خايف قوي منها، ايه؟ معققني، بعرف اجيبها بس ببقى خايف على وشي، ولما بجربها بتيجي عادي احل. المش... بص سؤالك ده ما يفهموش غير واحد مر بالمرحله دي، الجمهور استحاله يفهمك. انت بتجيب الحركه حلو، بتنزل على رجلك يا رب بتجيب الحركه عادي، بس بتنزل تقيل. طبعا النزول التقيل ده بيقول ان جسمك ما بيكونش لسه وصل لمرحله الخفيه، مع انك ممكن تكون جنبك عالي وبتنزلها برده تقيل، تمام؟ فدي حاول تتمرن على مكان امن، وحاول انك انت لما تيجي تلعب الحركه ما تفكرش في حاجه كتير، تمام؟ ولو هتلعبها في ارض ولا حاجه اكنك يعني، تخيل كده اكنك في مرتبه، تمام؟ يفضل تلعبها في مكان امن كتير لحد ما تتقنها كويس تلعبها في الشارع. المرحله الثانيه انك هتجيب الحركه، هتحس انك هتجيب حركه ثانيه. ايه انك اهم حاجه انك تركز في الحركه وربنا يوفقك ان شاء الله، وحكايه انك هتحس انك هتجيب حكايه تحس انك هتجيب حركه ثانيه ديت يا حبيبي، زي ما قلت حاول قد ما تقدر نركز في الحركه هي فقط، تمام؟ باك فليب، يبقى طالع باك فليب. ربنا يوفقكم، وانتهت الاسئله وهنجاوب على باقي الاسئله ان شاء الله. انتظرونا باذن الله 4 مين الاسبوع الجاي. وانا طبعا بتاسف فعلا، باين عليا ارهاق وانا بكلمكم، لان فعلا في بروفات الفيلم حاليا بستعد لها، عندي فيلم تمام وعندي بطولة عالم،
وعام تدريبات مع الفريق، وعندي تصوير الموسم الثاني للكابويرا. بجد حاسس ان انا مش انا، خدش راحه خالص. اتمنى انكم تدعوا لي، لان بقى دعي بدعائكم بتفائل. انا بعشقك وانا بعشقك. انا كل ده رفعت الله.